أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الأجر في مضاعف في المدينة ومكة بالصلاة فقط أم بجميع الأعمال؟ وهل هو خاص في المسجد الحرام بمكة أم في جميع الحرم؟ النص على الصلاة، النص على الصلاة أنها تضاعف، وبقية الأعمال لا شك أن فعلها في الحرم أفضل، لكن المضاعفة ما نقول المضاعفة أنها تضاعف مثل مضاعفة الصلاة، هذا خاص بالصلاة يعني المضاعفة. أما فضل العبادة في الحرم أو في أحد الحرمين لا شك أنها أفضل من العبادة في خارج الحرم. والسؤال، بقية السؤال، يقول: سلمك الله، هل الفضل في صلاة المسجد الحرام في المسجد الحرام فقط أم في كل الحرم؟ يشمل جميع داخل الأميال، جميع ما هو داخل الأميال، كل ما يحرم صيده وقطع شجره فهو المسجد الحرام. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.